شفنا بالسنوات الأخيرة صار في تطورات علمية على كافة الأصعدة، وأيضا الجانب الطبي كان له الحصة الأكبر بهذا التطور. فشفنا اليوم التجميل أخذ مساحة كتير كبيرة ونال قسم كتير كبير من التطور. فاليوم نحن قادرين نعمل عملية ممكن ما تكون جراحية، ولكن حيكون الألم أخف والنتائج مضمونة أكثر. ويوم بعد يوم عم تزيد هاي التقنيات. لو وصلنا لتقنية كتير صبايا بحبوها وهي تقنية أكيد الفراكشنال ليزر يا رشا. واليوم يعني رشا الطب التجميلي على طول عم يبهرنا بأساليبه المتطورة والتقنيات الحديثة يلي طالت كافة الجوانب، وبخصوص يعني الطبية لنحكي أكثر رشا عن تقنية الفراكشنال ليزر اللي هي تقنية حديثة نوعا ما تجميلية غير جراحية، حققت العديد من النتائج المرضية. ولأنه كثير اليوم من السيدات والصبايا بيحلموا ببشرة صافية خالية من الندبات والتصبغ، لابد أنه نتعرف عن هي التقنية أكثر، عن إيجابياتها وسلبياتها مع الدكتورة حلا نبيل سلوم اختصاصية بأمراض جلد وتجميل. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. خير. دكتورة كيفك؟ الحمد لله. دائما هيك الصبايا بيحبوا هدول القصص وبيسمعوا وقت بنشوف بشوفوا اليوم في جانب طبي تجميلي وخاصة ضمن هذا التطور، فمروح دائما نبحث عن شيء جديد. فراكشنال ليزر هو مصطلح عم نسمع فيه كثير بالآونة الأخيرة، خلينا نتعرف عليه بشكل بالمصطلح الطبي العلمي. هلا الفراكشنال ليزر مثل ما حكيتي بهيدي الأيام كثير عم نسمع الصبايا عم يسألوا عليه وعم يستفسروا عنه، كتار من الصبايا عم يعملوا فراكشنال ليزر. هلا الفراكشنال ليزر هو تقنيه جديده صراحه، يعني عالميا هي بلشت باواخر التسعينات، كانت بديل عن الليزر العادي والتقشير الكيميائي، بيعالج نفس المشاكل. مبدا تبع الفراكشنال ليزر الجلد بشكل عام الدراسات اثبتت انه نحن اذا صار في عندنا اذيه محدوده ومدروسه بالجلد تمام، هيدا الأزياء عم بتكون مثل محفز للجلد لحتى يعيد تشكيل ذاته. فهذا مبدأ الفراكشنال ليزر. الفراكشنال ليزر عم يعمل أزياء بتكون حرارية، نقاط حرارية، هيدا النقاط الحرارية بتوصل للطبقة المتوسطة من الجلد تمام. فهو ما هو إجراء سطحي، فينا نقول إنفايزيف، غازي يعني بيكون غميق شوي بالجلد، في طبقات الجلد تمام. فهيدا الأزياء الحرارية اللي بيعملها فراكشنال ليزر بيكون مثل تريجرز أو حافز للجلد لحتى يعيد بناء ذاته. بيزداد عنا تكاثر الخلايا، بيصير في عنا زيادة بإنتاج الكولاجين، وبالتالي بنحصل على جلد جديد ونضر. طيب خلينا نتعرف أكثر على أنواع الفراكشنال ليزر، كيف ممكن السيدة اليوم تختار النوع يلي بيناسب بشرتها؟ تمام. هلا المصطلح اللي دارج هلا أو اللي دائما الصبايا بيقولوا فراكشنال سي أو 2 ليزر، هلا هو غلط. الفراكشنال هو ككلمة جاي من الفراكشنيشنز أو التقسيم، مثل ما قلنا هو بديل عن الليزر العادي وبديل عن التقشير الكيميائي اللي كان قبل. الفرق بيناتهم إنه هذا التقسيم الأزياء الحرارية اللي حكينا عليها عم يعملها بنقطة النقطة جنبها عم بتكون سليمة، يعملها بنقطة النقطة جنبها سليمة، يعني عم بيصير في تقسيم، مو كل المساحة اللي نحن عم نعالجها عم بيصير فيها هي الأزياء تمام. فهذا الفرق بينه وبين التقشير الكيميائي او الليزر القديم اللي كانوا يستخدموه للريجوفينيشن تبع الجلد. فبالتالي الأزياء لما بتكون مانا شامله لكل مساحه الجلد بيكون نعطي فرصه للجلد بطريقه احسن انه يعيد تشكيل ذاته تمام. فكلمه فراكشنال هذا هو المعنى تبعها. اما بالنسبه للانواع، فراكشنال من انواعه سي او 2 ليزر اللي عم بيكون بيشتغل على طبقات اعمق ومستخدمه للمشاكل الاكثر الاكبر يعني، وعم بيكون كمان فتره الريكفري او الاستشفاء تبعته عم بتكون اكثر. هلا في عندنا نوع ثاني هو الايربيوم، فراكشنال ايربيوم ليزر، اللي هو عم بيكون سطحي اكثر، بيستخدمه للمشاكل اخف وعم بيكون فتره الاستشفاء تبعته اقل. طيب دكتوره حكينا عن التوصيف العلمي بشكل دقيق، ولكن وقت بنقول مشكلات كثير اليوم نحن ضروري نحدد الحالات الجلديه اليوم الصبيه بتروح كرمالها لهذه التقنيه، شو أهم اليوم الحالات؟ كلاخ مثلاً، البهاق ممكن أنه يستجيب لإله؟ لا البهاق لا أبداً. البهاق مضاد استطباب نستخدم فيه فراكشنال ليزر، لأنه البهاق ظهرة كوبنر فيه إيجابية، فنحن عملنا رد نحن ممكن عم نحرض بهاق بمناطق تانية. طيب حالات تانية؟ الحالات الأساسية اللي بنستخدم فيها الفراكشنال ليزر أكثر الحالات هي الندب، السكار، وين ما كانت السكار، سواء كانت بحب الشباب، ندبة أي عملية جراحية، أي ندبة بجرح بالجسم، الفراكشنال ليزر كثير مفيد لإلها. هلا من الحالات الثانيه التصبغات بكل انواعها، سواء كانت كلف او نمش او قناع حملي،
في مشكلة كتير بيعانوا منها الصبايا وهي مشكلة شائعة وعم تعمل هيك مشكلة لإلهم يعني المسامات الواسعة. كتير الفراكشنال ليزر مفيد للمسامات الواسعة. هلا كمان في عنا الخطوط الناعمة أو فينا نقول تجاعيد السطحية اللي لساتها سطحية ما صارت بعمق لحتى تحتاج بوتوكس أو تحتاج الفيلر، لساتها خطوط سطحية فهي كتير بفيد الفراكشنال ليزر. على كل وجه واللي في منطقة محددة؟ هلا الفراكشنال ليزر مو بس بنستخدمه على الوجه، ممكن نستخدمه على اي منطقه من الجسم. اي تمام منطقة. اي بس انا عم بحكي على الخطوط يعني قبل ما الخطوط الناعمه وين ما كانت ما في مشكله. هو كثير مفيد لها. هلا في شغله كمان مثل ستريتش مارك او خطوط التمدد اللي عم بتصير بعد الحمل لما الواحد يكون سمين ينحف او نحيف يسمان، هي خطوط التمدد اللي كثير مزعجه. هلا صح الفائده تبع الفراكشنال محدوده فيها، بس هو احد اوبشنز للعلاج لها. ممكن نستخدم الفراكشنال بس مجرد ريجوفينيشن او اعاده تجديد نضاره وشباب الجلد. يعني يكون مجرد هيك نحن عم نخلي الجلد يرجع يشكل حاله مشان نحصل على بشره عمليه تعويضيه فينا نقول حتى لو ما كان في مشاكل مهمه، يعني مجرد جلد متهدل شوي في شويه ممكن نستخدم. صحيح. يعني دكتور اليوم نسمع كثير من الصبايا اللي بشرتهم فاتحه او بيضاء ممكن يستفيدوا اكثر بهي التقنيه، شو السبب؟ هلا دائما البشره الفاتحه نحن باي ليزر بنستخدم البشره الفاتحه بنكون اكثر جرأه، يعني اخذين رياحتنا زياده، بنقدر نقوي العيار قد ما بدنا. البشره الفاتحه عندها قابليه للهايبر بيجمنتيشن او فرط التصبغ اكثر، عم بيكون قابليتها البشره الفاتحه اقل من البشره الغامقه، فما عندها هي القابليه يصير في عندنا فرط تصبغ تالي للالتهاب، فنحن بناخذ راحتنا بعيارات الليزر لانه بشره فاتحه ما حيصير فيها تصبغ على عكس البشره الداكنه اللي عم بتكون قابليه التصبغ فيها اكثر. فبالبشره الداكنه بنكون اكثر حذرا، يعني حذرين نحن عم نستخدم، فدائما البشره الداكنه اقل استفاده لانه نحن ما عم نقوي العيارات تبع الليزر مشان نحن خايفين يصير عندنا الهايبر بيجمنتيشن او يصير عندنا سايد افكتس ثانيه، فنحن بنكون عم نشتغل باقل درجه فينا نقول. فهذا هو الفرق بيناتهم. مع انه هلا انت صححتي معلومه طبيه، دائما احنا بنسمع انه البشره البيضاء هي اكثر عرضه للتصبغات، دائما بنسمع هاي القصه. اكيد رشام، فبنروح بنشوف الصبيه بشرتها فاتحه بتروح للواقي الشمسي، بتروح دائما انه للطاقيه للنظاره، لانه نحن بنعرف انه هي اكثر عرضه، ولكن اليوم عم تقولي انت البشره السمراء. هلا بالعموم يعني هذا الحكي بالمجمل بالعموم، بس بتلاقي احيانا في ناس بشرتهم بيضاء طلعت لهم حبه دائما بيعلم مكان، اي شيء ممكن يعلم مكان يعني يكون في عندهم قابليه، بس بالعموم دائما البشره الفاتحه وخصوصا نحن لما بالفراكشنال قلنا عم نعمل اذيه، فهيدي الاذيه بدها تعمل التهاب، بدها تعمل يعني بدها تعمل مشكله بالجلد، فاذا بشره غامقه بتصير في البشره الفاتحه بتتحمل الغامقه. كونه حكيتي في اذيه معناتها في نحن اليوم عندنا بعد هذه التقنيه في عندنا فتره ممكن ما بعرف الصبي اليوم انت حتشرحينا قادره تمارس عملها وتطلع وبتجي، وشو اهم اليوم الاجراءات المفروض الصبي تنتبه عليهم بعد التقنيه؟ هلا اهم شيء بالنسبه للفتره اللي بعد الفراكشنال ليزر الالتزام بتعليمات الطبيب، سواء كانت الكريمات اللي بنكتبها، التعليمات اللي نحن بننبه عليها، وهيدي التعليمات بدها تكون كثير صارمه، لانه مثل ما قلنا الفراكشنال هو انفيزيف، يعني هو شيء غازي اجريسيف قوي يعني، فلازم تكون تعليماته المريضه تلتزم فيها تماما، يعني لما بتقول لها الدكتوره انه ما بيصير تتعرضي لاشعه الشمس، هي اول شغله نحن بنوصي فيها، عدم التعرض لاشعه الشمس، سواء كان تعرض مباشر او تعرض ما مباشر، يعني نحن قاعدين بمكان مفتوح حوالينا ازاز فيه وجه الشمس، هذا بضر وخصوصا باول فتره، يعني الفتره اللي بيكون فيها لسه العلام موجود، كمان هي بحكي لكم عنها بعد. فبهيدي الفتره كثير مهم انه ما تتعرض للشمس لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، تلتزم بالكريمات، الكريمات نحن ممكن نكتب اول 3 ايام موميتازون اللي هو كورتيزون خفيف لحتى نخفف من درجات او اعراض الاحمرار، الحرقه، الحكه، التوهج اللي ممكن تصير. لازم كمان تبتعد عن اي مصدر حراري، يعني بخار طبخ مثلا، المدفأة، صوبيات، ما تقعد مواجه صوبيا بشكل مباشر، ما توقف تطبخ فوق هبلة الطبخ، اي مكان مغلق
وفي عبوق يعني معبئ نحن لازم بعد عنه. حتى الحمام يعني الحمام بس طبعا اول كم يوم هو ممنوع، بس لما بدها تحمم بنوصيها انه يكون المي معنا كثير سخنه ما في بخار مي كثير. كمان بنوصيها انه اي كوزمتكس هي كانت عم تستخدمها قبل غالبا بيستخدموا او بيعملوا الفراكشنال ليزر بيكونوا اصحاب بشره دهنيه، لانه المشاكل بيعالجها الفراكشنال ليزر عم بتكون اكثر شيء للبشره الدهنيه. حسب حب الشباب المسامات الواسعه موجوده بالبشره الدهنيه اكثر. الغسولات المناسبه للبشره الدهنيه بيكون فيها مواد مخرشه او مواد قويه مثل الساليسيليك اسيد، الازيليك اسيد، البنزويك اسيد، فنحن بنوصيها انه تبتعد عن اي كوزمتكس او اي مستحضرات هي كانت عم تستخدمها قبل ما نعمل الجلسة. تمام. هي تلتزم بس بمستحضراتنا اللي حتكون فيها ترطيب، مرطبات، مرممات، مميهات، الكريمات اللي فيها سوربيتول، الجليسرين، البانتينول، هيالورونيك أسيد، السيليكون، هيدا القصص نحن منوصي فيها أول فترة. طيب دكتورة خبرينا يعني الصبية ممكن تستفاد من أول جلسة ولا تحتاج جلسات عديدة لحتى تأخذ النتيجة النهائية؟ ما في شيء مطلق بالطب، فانت حسب المريضه اللي بتجي لعندك. ومين بيحدد الفتره بين الجلسات؟ اكيد طبعا. هلا مثل ما كنت عم بحكي ما في شيء محدد بالطب. الصبية اللي بتجي بنشوف المشاكل الموجودة عندها بالبشرة، شو هي مشاكل؟ تصبغات سطحية فهي بدها تحتاج جلسات أقل. عندها حفر حب شباب بدها تحتاج جلسات أكثر. المسامات الواسعة ممكن تكون وسط بيناتهم الاثنين. مثلا إذا جلد متهدل أو بس ريجوفينيشن للبشرة، كل حالة وإلى خصوصيتها. ما فيني أقول لك جلستين أو أربع جلسات، ما فينا نحدد. لا ما بقدر أقول لك الفرق بين الجلسات. عم بيكون تقريبا المفروض يكون شهرين. لانه التحفيز الكولاجين وتجديد تكاثر الخلايا وهالقصص تستمر شهرين بعد جلسه. حتى نوع الجلد يعني ممكن بيلعب دور طبعاً. استجابته طبعا اكيد بيلعب دور، واكيد بين صبيه وثانيه اكيد يعني. مثل ما حكينا عن البشره الفاتحه والبشره الغامقه، بدنا نحكي عن انواع بشره مثل البشره الحساسه، البشره الجافه، البشرة الدهنية. فكل بشرة نحن بنتعامل معها بطريقة تانية. البشرة الحساسة بيكون الرياكشن تبعها للفراكشنال كتير قوي، فنحن ممكن يكون عم نضر أكتر ما نفيد. طيب بين السلبيات والإيجابيات، تمام، إذا هيك حبينا نحكي اليوم تقنية، في سلبيات وإيجابيات أين وأكتر حيكون للصبية؟ هلا أكيد الإيجابية بعد ما تخلص وتروح هدول الآثار الجانبية وشوف حالها على المراية حتكون كتير راضية يعني، ولكن أحيانا بيكون في سلبيات للقصة. تمام. هلا بين السلبيات والإيجابيات، هلا الفراكشنال بس نعمل بطريقة مدروسة، بطريقة يعني نحن عملنا الإجراء المناسب بالمكان المناسب، حيكون إيجابياته كتير ظريفة. وكمان إذا كان عندنا المريض ملتزم مثل ما اتفقنا. هلا أكبر مضاد استطباب للفراكشنال هو المريض غير المسؤول أو المريض غير الملتزم، اللي ما بيقدر مثلا يقولك ما فيني أقعد أسبوع بالشمس بالبيت من دون ما أتعرض للشمس، فهذا ما بقدر أعمله أنا فراكشنال ليزر. فالمريض اللي بيلتزم بتعليماتك، الإجراء لما بينعمل بالمكان الصح فهو عم بيكون الإيجابيات كتير منيحة. مثل ما اتفقنا بيعمل إعادة تجديد لخلايا البشرة، بيصير في عنا تحسن لندب حب الشباب، بيصير في عنا إزالة للتصبغات. أما السلبيات، السلبيات بتصير لما يكون الإجراء ما هو مناسب أو لما يكون مريض ما هو ملتزم بالتعليمات. ممكن يصير في عنا أكثر سايد إفكتس أو شيء سلبي ممكن يصير بعد الفراكشنال هو التصبغ. تعلم النقط تبع الفراكشنال على الوجه. هي بتروح يعني. طبعاً بتروح بس بيكون في إلى فترة أطول يعني. بس بيقولوا في ألم، هي تقنية يعني. صحيح. اللي جربها. بسمع كتير. إيه صحيح. بدك واحد يتحمل، فاليوم طبق علينا المثل بده يتجمل بده يتحمل. هلا الالم تبع الفراكشنال ليزر تخدير موضعي كافي. تخدير موضعي للفراكشنال. شرحي لنا اليوم دكتوره كيف تستخدمي هذا التخدير وكيف بتوزعي الفراكشنال ليزر؟ غالبا نحن بنعمله على كل مناطق الجلد، فاذا كان مثلا المريضه عندها حفر حب شباب او في عندها تصبغات بمنطقه معينه، نحن ممكن نزيد العيار على هيدي المناطق ونخفف العيار على مناطق ثانيه. الفراكشنال مو حكينا انه هو فراكشنيشنز، فهو بيكون ضربات عباره عن مربعات. المربعات بحد ذاتها مقسومه لنقاط، يعني هو ما شمل كل المساحه. فهيدي النقاط الصبيه بتطلع من عندي من الجلسه بيكون وجهها عباره عن مربعات بيضه.
صحيح. اول 48 ساعه 24 ل 48 ساعه بده يكون في عندها حكه، بده يكون في عندها حرقه، احمرار، تبهج مثله مثل اي حرق، فهذا الشيء كثير طبيعي وكثير عادي. تمام. بعدين هيدا النقاط البيضاء بدها تصير تتحول للاسود، بصير تغمق شوي. تمام. شوي بعد الاسوداد تقشر هيدا النقاط وبصير في تحتها جلد احمر. خلال هاي الفتره كمان شغله كثير مهمه، ننبه الصبيه انه لا تجرب تقشر لحالها، يعني لا تجرب ابدا، اتركها هي تهر وتقشر، تعمل ندبه. صحيح. اكيد، لانه نحن جلد حساس، لما قشرت النقط السوداء وصار محلها جلد احمر. هذا الجلد كثير حساس، كثير سنسيتيف، لازم كثير نراعي، نكون كثير حريصين معه، نلتزم بالتعليمات ونحصل على نتيجه ظريفه. يعني دكتوره بالنهايه في كثير تقنيات للحفاظ على البشره، ممكن الميزوثيرابي، البلازما، والفراكشن الليزر. هيك نصائح اخيره من حضرتك، شو كيف فينا نحن نختار الافضل لبشرتنا؟ هلا اهم نصيحه انه الواحد ما يختار لحاله، يراجع الطبيب المختص. الطبيب المختص هو اللي بيحدد لك شو القصص اللي لازم تعمليها، مو انت اللي بتحددي. مثلا مثل ما اتفقنا البشره الغامقه ما فينا نعمل لها فراكشن وناخذ راحتنا، ممكن يكون درمابين مفيد لها اكثر، ممكن يكون حقن مواد مفيد لها اكثر. فتراجعي الطبيب المختص وعلى هيدا الاساس تشتغلي. يعني مو انت، ما بيقدر المريض يروح عند الدكتور يقول له انا بدي اعمل فراكشنال ليزر. الطبيب المختص هو اللي بيحدد المريض شو لازم له، وخاصه بهي النقطه. يعني أكيد. اليوم نحن بحاجه لاختصاصيين، وما نروح لحدا اكيد كمان عامل كورسات طبعاً. شفنا بالاونه الاخيره صار في تعدي كثير على هي القصه، بس كمان شفنا انه طلع قرار من وزاره الصحه، يعني عم بيتمنى اليوم يكون في التزام في عشان ممارسه المهنه. اكيد ان شاء الله. دكتوره حلا نبيل سلومنا، تشكر حضورك لليوم، صباحك جمال على طول. تسلمي. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا كثير لك دكتوره.